عاج وبالفيديو. وليد مقداد يعلن قبل قليل حقيقة وفاة زوجته نور غسان بعد إجرائها عملية جراحية، ويبكي الجميع. إليكم التفاصيل. بعد أيام قليلة من زفافهم، دخلت زوجة الشاب وليد مقداد ابن عائلة المقداد الشهيرة في الوطن العربي المستشفى، وقد أجرت عملية جراحية ناجحة على العين. لكن وبعد أيام قليلة دخلت من جديد الشابة نور غسان المستشفى من جديد لأسباب غير معروفة. ورجعت عدة الشائعات بهذا الخصوص، فهناك من قال أنها حامل، وهناك من قال أنها أجرت عملية أخرى على عينها، وهناك من قال أنها أصيبت بالجائحة المنتشرة، وغيرها من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. هذا وانتشرت أخبار حزينة عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الشابة نور غسان قد فارقت الحياة في المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية. ليخرج وليد مقداد بعد مدة قصيرة من انتشار هذه الأخبار لينفي ما تم تداوله عن زوجته في مقطع فيديو قصير عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على الانستغرام. هذا وبشأن الشابة نور غسان، فهي بحالة صحية مستقرة بحمد الله تعالى، ونرجو من مروجي مثل هذه الشائعات التوقف عن هذه الأفعال، ونتمنى الذرية الصالحة لنور ووليد بإذن الله تعالى.